أسعد الله مساكم بكل خير من مشروع الجادة التابع للمطور العقاري أرادة في مدينة الشارقة. طبعاً هذا المشروع صراحة حيكون أول مشروع إلي أغطيه خارج إمارة دبي. المشروع فعلاً بيستاهل التغطية، وخصوصاً للأشخاص المهتمين بالاستثمار العقاري وميزانيتهم محدودة ومحتاجين أقساط ميسرة. المشروع عبارة عن مجموعة مباني بالإضافة لتاون هاوسز بالإضافة لبلد. راح ندخل على مركز المبيعات. للأمانة كنت حابب أعمل فيديو كامل بالتفصيل باليوتيوب، بس الإدارة عندهم صراحة مانعة ولازم أبروفل ووا، يعني قصة طويلة. على العموم راح أعمل تغطية خفيفة حيكون عن الماستر بلان عن وحدة العرض. هيك بكون دخلنا على مركز المبيعات. هذا مركز المبيعات صراحة جدا مرتب، وهذا هو المخطط الرئيسي. خليني أتكلم باختصار لأنه صراحة المكان مزدحم. هذا المخطط الرئيسي زي ما قلت لكم. لو تكلمت على موقع المشروع، موقع المشروع مكان معسكر الفلاح سابقا، يعني هناك هذاك الشارع هو شارع محمد بن زايد، هذا الشارع شارع المطار أو شارع الديل بيسموه، وهذا الشارع شارع المدينة الجامعية، والشارع اللي هناك بالنهاية هو شارع مليحة. لو تكلمنا على المراحل المطروحة حاليا، في عندكم 5 مراحل. المرحلة هاي الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة. راح نروح هلا نشوف المرحلة بالإضافة صحيح لهذا المول، راح أتكلم عنه بالتفصيل. هذه المرحلة اللي حاليا مطروح فيها للبيع. شوفوا جمالية موقع المباني. المباني هذه هي طراز وسكون. بالنص في حيكون متحف الشارقة الجديد، وهذه المباني كمان حتكون مطروحة أو فعليا مطروحة اللي هي فيدا هوتل بالاشتراك مع المطور العقاري إعمار. وبهذه البقعة هي المدينة الجامعية، الجامعة الأمريكية وجامعة الشارقة. وعندكم هذه مدرسة حيتم تسليمها فعليا الشهر القادم، هي مدرسة الشويفات إذا ما خابني الظن. المبنى هذاك الكيرف هو مشروع فندق ذا أدرس كمان بالاشتراك مع إعمار. أما بالنسبة للمول، فالمول رح يكون أكبر مول في الشارقة، وللمعلومات رح يكون من تصميم زاهي حديد، طبعا غني عن التعريف. حيكون فيها أطول مطعم معلق في إمارة الشارقة، راح يغطي المكان بالكامل بدرجة 360 درجة، يعني راح يلف دورة كاملة. عن شو ممكن أتكلم كمان، راح يغطي المشروع، راح يتوفر بالمشروع مستشفى كبير، راح يكون في سلسلة عيادات، راح يكون في كمان مساحات خضراء، حيكون في نوافير راقصة. صراحة المشروع جبار. نطلع مع بعض هلا ونشوف وحدة العرض. وحدة العرض. أول ما ندخل على إيدنا اليسار في المطبخ. المطبخ طبعا شبه مغلق، صراحة التشطيب تبعه ممتاز. وهذه الصالة. طبعا الوحدات عادة بذكر بالفيديو إنها غير مؤثثة، ولكن بحطوا أثاث فيها حتى العميل يشوف المساحة أو يتخيل وحدته كيف ممكن تكون. هاي وحدة من الغرف تيجي مع خزائن في الحائط مع إطلالة أكثر من رائعة. ومن الغرفة الأولى نرجع للممر، هذا حمام. صراحة عجبني جدا التشطيب والألوان كتير متناسقة. وهذه الغرفة الثانية، طبعا إطلالة حكاية. تيجي ماستر، خزائن في الحيط على اليمين وعلى اليسار بالإضافة للحمام. إن شاء الله إن شاء الله مساحته جدا واسعة. طيب طلعت من مركز المبيعات، صراحة المكان جدا مزدحم وعندهم مشكلة التصوير، حتى الستوري بدهم أبروفل. على العموم راح أتكلم باختصار عن الأسعار وعن خطة الدفع. الأسعار بتبدأ الاستوديوهات عفوا من 350-360 ألف درهم، وهو صراحة جدا معقول. أما بالنسبة لخطة الدفع ميسرة على أقساط شهرية حوالي 3000-3500 درهم بالشهر. ما عليك إلا أنك تدفع 20% كدفعة أولى و 80% أقساط حتى الاستلام. هاي باختصار عن مشروع الجادة.
ان شاء الله راح احاول اني اخذ ابروفل اعمل فيديو مفصل عن الموضوع، ولكن هاي التغطيه تعتبر بسيطه، واللي حابب مهتم في المشروع بده تفاصيل اكثر يتواصل معي وان شاء الله بخدمه في عيوني. نراكم على خير.